عذرا على الانقطاع وعدنا لكم وكل عام وانتم بخير. اليوم ان شاء الله تعالى راح نتكلم عن واحد من اهم المواقع التي تقوم بقياس مستوى اللغة لديك. Cambridge Assessment English هو واحد من اهم المواقع التي تقيس مستوى اللغة الانجليزية لديك بدقة عالية، وتم تقسيم هذه الانواع الى 4 اقسام. بالبداية من اليسار راح يتكلم عن اختبار، طبعا هذا الاختبار راح يقيس مستوى اللغة الانجليزية لديك مجانية من دون اي يعني تحتاج الى المواقع التي تدفعها والى اخره. فبالبداية من اليسار General English، وايضا راح يكون الاختبار for school لو انت مهتم في الدراسة، يعني دراسة اللغة الانجليزية راح يهتم ويختبرك في اشياء تخص قواعدية تفصيلية ونحوية. بعد ذلك البزنس انجلش في اشخاص مهتمين في البزنس، المصطلحات الموجودة في الشركات، طريقة التعامل مع المدراء، شنو معنى المدراء والمصطلحات بشكل عام. ايضا في الجزئية الرابعة اليانج لونرز، الاطفال لما يختبروا يعني او يكون لديهم معنى او فهم في اللغة الانجليزية ويبغوا ينطلقوا الى مستوى اخر، فهذا الاختبار راح يكون مهم لهم. اذا General English for school المهتم في الدراسة، وايضا في البزنس English ويانج لونرز. اتمنى انه هذا المقطع يكون يعني استفاد منه أشخاص. شكرا لكم وإلى اللقاء.